طبعا كل الاوبشن احنا قلنا عليها دي بتشتغل من غير الموبايل خالص، من غير ما تعمل كونكت على الموبايل. عشان تعمل كونكت على الموبايل بتحتاج يا اما تعمل كونكت بلوتوث او عن طريق الابلكيشن. ولو انت نسيت الكتالوج او مش معاك كتالوج عشان تعمل سكان للكيو ار كود بتاع البرنامج بتاع الساعه، هو هنا موفره لك، تقدر تعمل له سكان. يعني لو الكتالوج ضاع منك ما تقلقش، هو موجود. طبعا من المميزات الجميله في الساعه ان انت تقدر تتصل تلقائي على طول باي حد بدل ما تطلع موبايلك، بس لازم الاول تكون عامل لها كونكت على الموبايل. تعال نشوف ازاي نعمل لها كونكت على الموبايل والخطوات بالتفصيل. طبعا زي ما قلنا نعمل لها كونكت عن طريق البلوتوث وكمان عن طريق الابلكيشن. الابلكيشن بحمله ازاي؟ زي ما قلت موجود برضو في الساعه، الكيو ار كود بتاعه اهو، بعمل له سكان او عن طريق الكتالوج اللي بيجي معاه. فهنعمل سكان دلوقتي ونشوف الابلكيشن اللي بتشتغل بيه الساعه دي ايه. دلوقتي هنعمل سكان للكيو ار كود، ندخل على الموقع. طبعا لو انت اندرويد او ايفون كل الخيارات متاحه، تقدر تحمل الابلكيشن دايركت او تدخل على جوجل بلاي تحمله بالشكل ده كده. الابلكيشن اسمه تي اي باند، ده الابلكيشن الخاص بالساعه. اول ما الابلكيشن ينزل بندخل على البلوتوث زي ما حضراتكم شايفين كده ونعمل تحقق. هيبتدي يبحث عن الاجهزه وهنيجي على الموبايل، هنشغل البلوتوث ونشغل كمان اللوكيشن الاثنين مع بعض. طبعا انا كده شغلت البلوتوث على الساعه. انا هعمل كونكت ازاي من الساعه للموبايل، مش العكس، مش من الموبايل للساعه. هعمل اختار التليفون بتاعي وهعمل له كونكت بالشكل ده كده. هيجي لي اشعار على الموبايل هقول له اكتران، وهستنى ما يعمل كونكت. وهتاكد طبعا من المعلومه اللي انا بقولها لكم في كل فيديوهاتي، ان انت تضغط هنا على العلامه اللي جنب دي وتتاكد ان هو مشارك جهات الاتصال عشان خاطر يظهر لك الارقام اللي انت مسجلها على موبايلك على الساعه. لازم تكون متعلمه بالازرق، لو كانت متشاله كده مش هيظهر لك طبعا الارقام بتاعتك. وطبعا كذلك المكالمات، لو دي مش متفعله فمش هيجي لك اشعار مكالمات على الساعه لما تليفونك يرن. والوسائط نفس القصه، والكلام ده كله لازم من الاخر يكون متعلم عليه كله. نرجع بقى للابلكيشن ونشوف كده. احنا كده عملنا كونكت للساعه عن طريق البلوتوث، تقدر عادي تتصل وتقدر تعمل اللي انت عايزه وتشوف الرسائل وكل حاجه. الابلكيشن ايه فائدته بقى؟ تعال اقول لك. ده الابلكيشن، هنفتحه مع بعض. طبعا هو ابلكيشن رياضي، طبعا بتدي له كل الصلاحيات. هنا بيقول لك اظهار فوق التطبيقات، طبعا بعد ما عملنا كل الصلاحيات بدور على ابلكيشن وبخليه يظهر فوق التطبيقات. الابلكيشن زي ما قلنا اسمه تي اي باند، ده بعمل له ظهور فوق التطبيقات بالشكل ده كده، وبيرجعني تاني برجع اختار التي اي باند وبوافق على الشروط. خطوات طبعا ثابته في كل انواع الساعات على اي ابلكيشن وعلى اي ساعه. تعلم واستنى يخلص وتعمل موافق. بعد ما خلصت ترجع تاني كده. دي واجهه البرنامج، الصفحه الرئيسيه، الجهاز، دي المعلومات الشخصيه بتاعتك، بتضيف بقى طولك والكلام ده كله. ده ابلكيشن رياضي. وهندخل على الجهاز، هنعمل مسح للاجهزه، هنلاقي اسمها سيريال 6، هنعمل لها كونكت. كده عمل الكونكت على الساعه. طبعا واجهه البرنامج، الصفحه الرئيسيه، كل الاوبشن الرياضي اللي عندك على الساعه تلاقي نتائجه هنا. عملت مثلا قياس لنبضات القلب، ضغط الدم، الكلام ده كله بيجيب لك تسجيله هنا، وطبعا العداد والكلام ده كله، كل الاوبشن الرياضي والاكسجين في الدم زي ما قلنا، حاجات كتير قوي موجوده. ونيجي في الصفحه اللي فيها الجهاز، بتفعل التقاط الصور لو انت حبيت تخلي الساعه كريموت ان انت تصور بالموبايل. دفع الرسائل، دي اللي بتختار منها اشعارات الرسائل اللي بتجي لك، سواء واتساب تعلم على الكل او تعلم على حاجات معينه زي ما انت عايز. دي الاشعارات اللي هي بتدعمها الماسنجر، الواتساب، فيسبوك، تويتر، كل الكلام ده. والعثور على الجهاز، لو الساعه ضاعت منك بيعمل بالشكل ده كده اهو، بيبحث عن الساعه لغايه ما تلاقي الساعه وتعمل خلاص ان انت لقيتها. كشف معدل ضربات القلب وحاله الطقس زي ما قلت في البدايه بتاعت الفيديو، ان هو الساعه فيها الطقس. طبعا لازم تكون عاملها كونكت بالموبايل، واحنا كده عملناها فعلا. وتعالى نجرب مثلا حاله الطقس على الساعه نفسها. هندخل هنا وهنجيب الطقس، جابت الطقس بالظبط والتاريخ وكل حاجه. طبعا كده اقدر اتصل من الساعه بدل ما اتصل من الموبايل عن طريق الاتصال كده. مثلا هتطلب 0000612339، ده الرقم اللي هتطلب منه الساعه على موقع كازين.com وتعمل اتصال. هنلاحظ ان هو بيتصل من الموبايل فعلا وبيرن. نسمع الصوت ده كده، صوت الجرس صوته عالي جدا. ايوه سامعني كويس؟ اه سامعك صوت كويس. تمام ماشي، شكرا.
ده كده صوت الساعة في الرن في الجرس. دي النغمة طبعا موجودة تقدر تغيرها ولكن صوتها حلو. وده شكل قايمة ممكن ترد كده او كده زي الموبايل بالظبط. طبعا الاشعارات بتجيلك باللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنجرب دلوقتي نشوف اشعار الواتساب الرسالة بتجيلك شكلها عامل ازاي. دخلت قريت الرسالة بتاعت الواتساب كمان من جوه. تجربة ساعة من موقع اوكازيون، دي بتاعت الواتساب، ممكن اعمله حظر او ارجع. وهنا الهاتف تم تسجيل مكالمة عشان التليفون عندي بيسجل مكالمات اهي، تم تسجيل مكالمة. يعني لو اكتر من اشعار اقصد بيجي لك هنا في الاشعارات بالشكل ده. ده كده الرسائل، وطبعا عربي تقدر تقرا كل الرسائل اللي انت عايزها. مثلا على فودافون مثلا نقرا ديت الرسالة اهي، لكن ما ينفعش اتصل ولا ارد. وبستخدم كاني بستخدم موبايل يا جماعه، برجع باك زي ما انتم شايفين كده الطريقه. وهنا دي الارقام بتاعتي، بعمل لها مزامنه طبعا تزامن، هيعمل لودنج وهينزل كل الارقام بتاعتي على الساعه. طبعا دي كده الارقام اللي عندي على الموبايل، اقدر ان انا اتصل باي رقم على طول مباشره، مش محتاج ان انا اطلع التليفون. طبعا فيها زي ما قلنا مشغل الموسيقى، عايزين نجربه مع بعض ونسمع صوت الساعه. بدخل عليه من هنا وبشغل الموسيقى اللي انا عايزها من على التليفون نفسه. انا كده شغلت على الموبايل وعليت الصوت، نسمع صوت الساعه. ده كده بيكون صوت الساعه. طبعا اعمل نيكست عادي مفيش مشكله، يقلب معايا وهكذا. اقدر ارجع وطبعا اقدر اوطي الصوت بتاع الساعه نفسها واعلي الصوت من الساعه نفسها. طبعا فيها اوبشن كتير قوي، زي مثلا لو جبت الستاره من فوق كده هلاقي فيه كشاف، وهلاقي فيها الفايبريشن والمنيو ووضع موفر الطاقه اهو، وضع موفر الطاقه تحت اهو، وده كشاف بيقلب الشاشه ابيض عشان ينور لك. ولو حبيت ترجع بتعمل كده، دي الستاره اللي هي اللي فوق دي كده الاوبشن اللي فيها. وكمان في ستاره من تحت اللي هي بتجيب لك الاشعارات اهي. طبعا لو لاحظنا في الاختيارات بنقلب كده بنلاقي في حاجه في الجنب كده، دي شورت او اختصارات انت تقدر تغيرها، زي الاعدادات وقياس نسبه الاكسجين في الدم وضربات القلب. دي اختصارات، وده الكيو ار كود اللي انت بتعمل له سكان. اختصارات موجوده في الجنب، حاجه جميله جدا اهي، تدخل على الاعدادات على طول. يبقى بالشكل ده احنا قلنا اغلب المميزات اللي موجوده في الساعه. طبعا انت هتكتشف الباقي بنفسك. وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى يكون فيديو الشرح عجبكم. ورابط الشير الخاص بالمنتج اسفل الفيديو تحت في التعليقات، موجود على موقع اوكازيون.com. التجربة قبل الاستلام.